السلام عليكم. اليوم وصلتنا واحد لاكوموند من شركة دي اكس ان. ديجا التوصيل يعني اول حاجة غنهضر لها هو ان التوصيل كيكون بالزربة. لونسينا لاكوموند البارح، الغد ليه وصلتنا، يعني ما كاملاش حتى 24 ساعة. لاكوموند هي عبارة على مجموعة ديال المكملات وديال البرودويات. الناس اللي طلبوا مني انني نجيب لهم الدواء اللي انا كنقول انه كيتسمى الدواء المعجزة، اللي شفى بزاف ديال الحالات وشفنا بزاف ديال الحالات ديال الناس اللي قراب لينا اللي كانوا كيعانيو سنوات وسنوات وسنوات مع بزاف ديال الامراض، امراض اللي مزمنة، ولكن من بعد شركة دي اكس ان لقات العلاج. انا غنحل لا كوموند ونشارك معكم كل برودوي واش كيليق. بسم الله، انا غنحلو هاد لي برودوي. كما كتشوفوا لا كوموند كتجي على هاد الشكل، فيها لا فاكتور، كيجي داكشي مضبوط بلا فاكتور، داكشي اللي طلبوا الناس. وعندنا هنا مجموعه ديال البرودويات ديال هاد لا كوموند اللي كتشوفوا ديجا طلبوها ليا الناس. عندنا اول حاجه هو هاد الصابون اللي كنعتبره انا الصابون المعجزه، واللي انا شفت النتيجه ديالو في الوالده ديالي ماما. يعني كان عندها واحد الكلف اللي ماشي طبيعي في وجهها، يعني اثار ديال الحبوب، اثار ديال الكحوليه. صراحه في ظرف ما غاديش نقول لك شهر، وقيل اقل من شهر، وبانت النتيجه. وهذا كما كتشوفوا راه علاج فعال. اي بنت كتعاني من حب الشباب، اثار حب الشباب، عندها التصبغات في الوجه، عندها ليطاش الكحلين، عندها دوك الهالات السوداء، صراحه كيعطي واحد البياض وكينقي البشره في ظرف وجيز. عندنا الغنيه عن يعني التعريف، هاد السبيرولينا اللي دابا راه ولا كلشي كيهضر عليها ولا ترند، صراحه راه خطيره بزاف. السبيرولينا كتعطيك الطاقه، كتعطيك حيويه، كتفتح لك الشهيه، كتعالج لك المشاكل اللي عندك في الجسم الداخل ديالك، في الامعاء، في الاعصاب، في المعده، وفاتح الشهيه. بالنسبه للناس اللي بغات تزيد في الوزن كتبعي واحد الطريقه باش كتشربيها بواحد الطريقه باش تزادي في الوزن، كذلك بالنسبه للناس اللي بغات تنقص في الوزن فهي كذلك عندها طريقه خاصه باش تنقص في الوزن. صراحه هذه بعدا انا هذه بعدا ما كتخطاناش في الدار، كاملين كلشي الدار كيشربوها، خطيره ومستحيل انني نستغنى عليها مدى الحياه. ودابا غنمشيو للزيت الجانو ديال التدليك. هذا حل ايدغاطون لابو، يعني هو مرطب للبشره. كنحاولوا اننا ملي غسلنا من الصابونه كندهنوا به، هو ضد التجاعيد، كيحاول انه يجدد الخلايا ديال البشره، كيخليها تبقى ديما شبابيه طبيعيه، كيعطي واحد لابريونس، واحد لمعان في الوجه خطير. كذلك كيليق تقدري تدهني به الشعر، انا كندهن به شخصيا شعري، صراحه كيخلي الزغبه مزيانه. الا عندك شي مشكل مثلا في الودن او لا شي حاجه كتحاولي انك تقطري قطره ولا جوج في الودن، صراحه بحال كما كيقولوا بحال الرحمه ديال الله. ما عرفتش ان الفوائد ديالو كثيره بزاف، ما تقدر ننسى بزاف ديال الحوايج، انا كنختصر لكم من خلال التجربه ديالي والناس اللي كيستعملوه. صراحه انا كنستعمل له الوجه، صراحه راه البشره ديالي طبيعيه مثاليه، كيخلي البشره نظيفه خاليه من الشؤوب، خاليه من التجاعيد، صراحه خطير. اللي كيتسماو هادو الفطر الريشي، هذا فطر الريشي جي ال، وهذا الفطر الريشي اغ جي، واحد كيكمل الاخر. هادو الصراحه واحد المكمل خطير كيخدم، هذا مكمل خطير كيخدم من المخ حتى كما كنقولوا حتى الصبع الصغير ديال الرجل، كيجدد الخلايا ديال الجسم كامله، وكيعالج لك السموم، الامعاء، يعني تقريبا بنفس الدور ديال السبيرولينا، ولكن هذا شويه خطير عليها لانه كيحيد لك كامل السموم، كينقي لك الدات من اي حاجه فيها، كيحاول ينشط المخ مزيان. الناس ديال الزهايمر، مزيان الناس بزاف، الناس ديال السكر، الناس ديال الكوليسترول، صراحه هاد الجوج مكملات خطيرين حتى هما. عندنا هاد القهوه اللي كما كتشوفوا قهوه خاليه من السكر، بالنسبه للناس اللي كتعاني من السمنه المفرطه، كنهضر على الناس اللي عندهم السمنه المفرطه، الناس اللي عندهم الكرش، سيرتو البنات اللي كيعانيو، حنا كنعرفوا البنات الكرش الجناب، هذه خطيره للتخسيس، يعني كتضعف بواحد الطريقه ما يمكنش، يعني كديريها مع الماء سخون كتشربيها، صراحه خطيره للتخسيس، كتحيد لك الكرش، كتحيد لك الجناب، كتحافظ لك على واحد لاطاي زوينه بالنسبه للبنات، كذلك الرجال اللي كيعانيو من السمنه فهي خطيره 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 كتضعف. وعندنا هنايا هذا شامبوان ديال جانوزي، هذا شامبو خطير ديال الشعر، بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الصلع
بالنسبه للناس اللي عندهم التونيه في الشعر، الناس اللي عندهم القشره اللي كيعانيو من الحبوب اللي كيعرق لهم شعرهم بزاف، صراحه هذا الا غسلتو به خطير خطير خطير، كيجدد الفروه ديال الراس كيخليها اكثر اكثر رطبه، ما كيبقاش ينوض لكم القشره. بزاف الناس اللي كيعانيو من القشره، الناس اللي كيعانيو بحالي من انهم كيغسلوا شعرهم كيتزيت لهم دغيا، سوا صوبتي بروشينغ في صالون ولا شي حاجه دغيا كيتزيت لك الغد اللي كتلقاي مزيت، هذا كيخلي الزغبه تبقى زوينه وتبقى ناشفه وكيحافظ لك على لابغيونس ولا معان ديالك. وهنايا عندنا معجون الاسنان، كما كتشوفوا هذا معجون الاسنان ديال دي اكس ان، فهو اول حاجه مبيض للاسنان لواحد الدرجه ما يمكنش، يعني كتحاولي انك بحال السينيال اللي كنغسلوا به بشكل يومي ثلاثه مرات في النهار، يعني حتى هذا كنحاولوا اننا نغسلوا به حتى هو ثلاثه المرات، زائد انه من غير انه معجون الاسنان فهو كيلاق الروماتيزم كيلاق الحلاقم كيلاق، كديريه حتى هو بشويه من الماء سخون بحال تقريبا المفعول ديال كريم شجره الشاي كتغرغري به حتى هويا كتغرغري به حتى هويا هنايا الحلاقم ديالك. بالنسبه للناس اللي كيعانوا من الم ديال الضروس حتى هو كتغسلي به دقه بطل الضروس، عنده بزاف ديال الفوائد. بالنسبه لهاد البرودويات اللي كنقول لكم كاملين، هذا الشيء اللي كنقول لكم انا غير اختصار شويه من المفعول ديالهم والنتيجه اللي كيعطيو. بالنسبه للناس اللي بغاو اكثر توضيح على اكثر منتوج ونهضروا عليه اكثر، تحاولوا تواصلوا معنا في الارقام اللي غنخليو لكم اسفل هذا الفيديو، وحنا غادي نعطيكم المعلومات الكافيه وطريقه الاستعمال وكيفاش تكومونديهم. ومرحبا بكم. عندنا هذا صراحه، هذا انا ملي شفته بقيت كنضحك، لانه صراحه الا قلت لكم خطير غيكون قليل في حقه، لانه شي حاجه اكثر من خطير. غير البارح هذه كتسمى كريم شجره الشاي، هذه شهاده حق غادي نقولها اللي شفتها انا شخصيا بعيني، هو انه مرت خالي عفوا كانت كتعاني من الحلاقم، كانت طايحه في الفراش لمده شي سيمانه تقريبا، ما كتهضرش ما كتاكلش ما كتشربش، يعني صافي الحلاقم لواحد الدرجه ما كتصورش. اقترح لنا عليها واقترح عليها فريق دي اكس ان انها ديروا كغرغره، انك تاخذي هذا الكريم كديريه مع شويه ديال الماء سخون كتغرغري به كما كنعرفوا، ما كدوزيش انما كتغرغري به بلاصه الحلاقم، وكديري واحد بتي ماساج هنايا في العنق ديالك بحال هكا كدوزي يديك على العنق ديالك، درته تقريبا لمده 3 ايام. نهار الثالث جالسين حنا كنديروا غوتي كاسكروت، فاذا بها كتقالت لي كنحس بشي حاجه بحال شي عود بحال شي عظم ديال التمر واحل ليا في حلقي. قلنا ليها علاش نضت حشاكم كتجري بحال شي بيه كما قالت لي بنت خالي، نضت كتجري لافابو باش تشوف شنو كاين. صراحه حشاكم انها استفرغات كما كنقولوا، وصفرغات الحلاقم على جوج، يعني طاحت ليها الاولى وطاحت ليها الثالثه في ظرف 3 ايام من استعمال هذا. انا نقدر نقول بهذا المفهوم هذا معجزه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الحلاقم، جربوه ما غاديش تندموا. ابار الحلاقم فهو معالج للشقيقه، انه كنت كنعاني الشقيقه لواحد الدرجه ما تقدروش تصوروها، كان كيشدني النص ديال الراس، ما خليتش صراحه حتى شي دواء، ما شربتوش ما خليت حتى شي حاجه، وليت استعملت هذه كشكل يومي كندهن بها راسي قبل ما ننعس، كندير امتي ماساج هنايا في النوادر كما كنقولوا ديالنا وكندهن فيهم تقريبا لمده شي سيمانه. لحد الان ما عمرني انا من النوع اللي كنت كنعاني بها لواحد الدرجه ما تصورش، ما بقيتش كنحس بشي حاجه سميتها الشقيقه، جربوها اكيد ما غاديش تندموا. هنا اخر منتوج اللي عندي هنايا هو هاد ميرونزي اللي كنقول لي انا عصير ميرونزي، اللي كتحلوا الثلاجه ديالنا كتلقاو القرعه الكبيره وكتلقاو القرعه الصغيره، لان الدار كلها كتشربها. صراحه خطير الكلاوي، خطير بزاف ديال الحوايج، كيصفي الذات، منشط، كيعطيك واحد الطاقه وحيويه باش دوزي النهار ديالك، لانك كتشربيه الصباح بكري عريق كيخليك دوزي النهار ديالك اون فورم ناشطه بكل حيويه. الا بغيتوا بزاف ديال المعلومات بزاف ديال المعلومات حاولوا تواصلوا معايا، وان شاء الله غادي نعطيكم بزاف. وهنا مشيت كاع جبتو لكم من الثلاجه باش تشوفوا، هذا هو اللي قلت لكم قبيله وها هو اللي عندي، لانني انا كنت كنشري في الاول كنت كنشري الصغير، ولكن ملي شفت المنافع ديالو كيفاش كيخليني ناشطه وحيويه النهار كله شريت الكبير. صراحه ما يمكنش نستغنى عليه، انا غادي نوريه لكم وغتشوفوا، يعني كنشربو يوميا على الريق. هانتوما شوفوا راه غتشوفوني شاربه منه، هانتوما يعني راني كما كيقولوا دخلت فيه بالعربيه تاع عرفت، كنشربو مزيان، منافع كثيره 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 كثيره. تواصلوا معايا باش نشرح لكم اكثر على هذا المنتوج حتى هو، ومرحبا بكم. وكما عودتكم قناه ام شمس ديما كتجيب لكم الحوايج المفيدين، كتجيب لكم الحوايج اللي غينفعوكم وغينفعوا وليداتكم، وهاد البرودويات كاملين اللي كتشوفوا، هاد المكملات وهاد الصابونه وهاد الشيء كله، كل ما عرفناش فوائد ديالو ما جربناهمش حنايا في نفوسنا ما كناش غنديروا عليهم هاد لا فيديو ونهضروا عليهم. كنتمنى انكم
تجربوهم ما غاديش تندموا. انا غنخلي لكم النوامر ديالنا بثلاثه في اسفل الفيديو. اللي بغى شي منتوج يتواصل معنا في النيميرو التليفون اللي غنخلي لكم لتحت. وكنقول لكم مرحبا بكم. وقبل ما نختم هذا الفيديو كنقول لكم كنبغي نوجد الشكر شكر شكر كبير لشركه دي اكس ان بكل اعضاء ديالها، من لا جيرون ديالها، من الديريكتور، من كل شيء. كنقول لهم شكرا 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 على هذه المكملات، على هذه المنتوجات اللي الصراحه غايه في الروعه واللي عندها مفعول كثير 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 علينا. شكرا مره اخرى والى الفيديو المقبل بحول الله.